هذا الله يلي حمل طبيعتنا. منذ شبابي آلام كثيرة تحاربني، صار يخضع للتجربة مثلنا تماما. لكن أنت يا مخلصي اعبدني وخلصني. لما المسيح اقترب من موعد أن ينطلق إلى بشارته، قلوا صعد ليستعد للبشارة، صعد إلى الجبل، إلى البرية، إلى النسك، وصام 40 يوما نهارا وأربعين ليلة. فجاء الإبليس بعد ما شافه قد تعب، يعني جسده انهار ما بقى فيه يتحمل. إبليس بيعرف أن المسيح هو الله، فكإله ما في يجربه، ولكن هذا الله يلي حمل طبيعتنا صار يخضع للتجربة مثلنا تماما. فجاء وجربه. بأول تجربة بيقول له الشيطان للمسيح، إذا بتعمل هذه الحجارة خبزا، فبيقول له المسيح، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. بيفشل بالتجربة الأولى الشيطان، بيقوم بياخد المسيح في تجربة ثانية إلى جناح الهيكل. الهيكل كان سور كبير كتير، فبوقفه على طرفه بيقول له آية من المزامير وهي صحيحة، إن كنت ابن الله ارمي نفسك، لأنه مكتوب بالمزامير أنه لا يدع رجلك تصطدم بحجر، بل يرسل ملائكته ويحملونك. بيقول له المسيح، لا تجرب الرب إلهك. والتجربة الثالثة وهي الأخيرة، بياخده إلى جبل عال ليفرجيه كل ممالك الدنيا، بيقول له اسجد لي أعطيك كل هذه الدنيا. بيقول له الرب يسوع، للرب وحده تسجد وإياه وحده تعبد. ونلاحظ أولا أن الشيطان جرب المسيح وهو يستخدم الكتاب المقدس. الشيطان نفسه كلم المسيح بتفسير للكتاب المقدس، والمسيح قال له هالتفسير خاطئ. قال له الشيطان، ارمي نفسك مكتوب بالكتاب المقدس. قال له المسيح، لا، تفسيرك غلط، لأنه مكتوب أيضا كذا. وأجابه، لا تجرب الرب إلهك. فإذا ما كل من فتح الكتاب وشرح له سلطة أن يفسر، أو كل من فسر الإنجيل صار لازم نسمع له. حتى الشيطان عنده تفاسير للإنجيل. شو هي التجارب إذن؟ رح أربطها مباشرة بالنذور الثلاثة الرهبانية.